من داخل كلية التربية المختلطة في جامعة الكوفة انطلقت أولى فعاليات الاحتفاء الثالث بمناسبة تأسيسها، لتتوالى بعد ذلك فعاليات الاحتفاء واحدة تلو الأخرى. فكان على هامش الحفل افتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي تضمن لوحات فنية خطتها أنامل المبدعين من أساتذة وطلبة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال النحتية. عميد الكلية وخلال حفل التأسيس أشار إلى أن كليته حصلت على جائزة الجودة والاعتماد الأكاديمي في العام الدراسي السابق، في إشارة منه إلى مدى التفاعل البناء بين الأستاذ والطالب. هذه الكلية تأسست عام 2009 1430 للهجرة، ضمت بين طياتها ثلاثة أقسام علمية: قسم التربية الفنية وقسم علوم الحاسوب وقسم اللغة الإنجليزية. هذا العام افتتح قسم جديد هو قسم علوم القرآن، ليضيف لبنة علمية معرفية أخرى لهذه الكلية. هذه الكلية من الكليات المتميزة واللي استطاعت خلال العام الماضي أن تحرز على المرتبة الأولى في أداء الجودة والاعتماد الأكاديمي. جحا في الكوفة مسرحية كوميدية قدمت ضمن سلسلة فعاليات الاحتفاء بعيد تأسيس كلية التربية المختلطة، وتهدف هذه المسرحية إلى تسليط الأضواء على عمليات الفساد الإداري والمالي الذي يشوب عمل المؤسسة الحكومية. لأن الغني الشاكر هالوكيد بس الفقير الصابر. في الاطراف الكلايتات 10 درهم. أردنا أن ننتقد كل أنواع الفساد الإداري والمالي والسياسي الموجود في البلد من خلال الكلمة الجميلة والموقف الجميل. على الرغم من صغر عمرها، إلا أن كلية التربية قامت بنتاجات فنية عديدة كإنتاج المسرحيات واحتضانها مهرجانات الشعر والمعارض الفنية التشكيلية. وقد أشار طلبة هذه الكلية إلى أن هذا النتاج الفني جاء بفضل التعاون المستمر ولغة التفاهم التي بنيت عليها طبيعة العلاقة بين الطالب والأستاذ. أكيد هاي طوروها عن طريق مساعدة عميد الكلية، عن طريق مساعدة رئيس القسم، عن طريق أيضا الأساتذة اللي تعانوا ويانا وشاركوا بعرض المسرحية، شاركوا بالأزياء. كلية التربية هذه الأيام تقدم أكثر من عمل وأكثر من منتدى شعري وأكثر من عمل مسرحي وعمل معارض تشكيلية كثيرة، مع أن الطلاب لأول سنة في هذه في النجف الأشرف، ونتمنى أن نكون بذرة للفن في النجف الأشرف. حيدر جبوري، قناة الفيحة، النجف الأشرف.